أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لـ 834 ألف منتفعة من خلال حملة إعلامية موسعة تم تنفيذها بـ 22 محافظة خلال الفترة من الرابع حتى 22 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030 وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لإحدى عشر منحة دراسية لمدرسي ومدربي وموجهي عموم اللغة الألمانية بجمهورية مصر العربية، والمقدمة من المركز الثقافي الألماني بالقاهرة معهد جوتا للمشاركة في دورات تدريبية خاصة بأحدث طرق تعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية ثانية للعام 2023. تواصل وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات، وكذلك يتم التسجيل أيضاً على بوابة مصر الرقمية حتى 30 من سبتمبر الجاري. أعلن نادي نانت الفرنسي عن فوز مهاجمه المصري مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الحالي، وذلك بعد منافسة مع النيجيري موسي سيمون والإسباني بيدرو تشيريفيلا والفرنسي دينيس أبيا، وهي أول جائزة يحققها مصطفى محمد في الدوري الفرنسي. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب الليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.